بنات، السلام عليكم. لاباس عليكم؟ نتوما على خير، الاخبار صحيحه. البنات، اليوم غادي نصايب معكم واحد البغرير بالسميده، ولكن فيه جوج معالق كبار ديال الفورس. عندنا ثلاثة ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه، السميده اللي تنصايبوا بها الحرشه او لا بسبوسه ولا شي حاجه. ها هما ثلاثه بالكاس ديال العنبه، درتهم معكم معبورين. ما هادو، وعندنا شاشيه ديال الفاني، عندنا جوج شاشيات ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي ندير الملحانه. ندير دابا معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. نكبو هاد ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه، تنأكد. وهادو جوج معالق كبار ديال الفورس. غادي نديرو معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، وغنديرو واحد المعلقه ديال السنيده. هنا راه عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال المعجونه. بغيتو ديروا خميره معجونه، بغيتو ديروا حبيبات، ماشي مشكل. انا غادي نديرها مع شويه ديال الماء باش تذوب. درت ليها شويه ديال الماء دافي وخليتها تذوب، ما يكونش دافي بزاف وما يكونش طايب باش ما هي. دابا هاد النواشف كلهم نحركوهم بحال هاك، تيتخلط هادشي كلشي بحال هكذا. هاد البغرير غير جربو، راه تيجي زوين. سمع ليا السميدة تيكون مزيان. دابا غادي نعبرو الماء، تيرفد بعد المرة 4 الكيسان، بعد المرة 4 الكيسان ونص. الماء تنساليه يكون دافي. ها هو الكاس الأول، بسم الله. الكاس الثاني، الكاس الثالث. من بعد نخلطوا هذا الشيء، نشوفوا بعدا واش حيت السميده راه تشرب دائما. ما تنقول لكم ما يعبروش الواحد، يدير عينو ميزانو. غادي نجيبو دابا الكاس ديال المونينيكس، نخلط هادشي الطحين مزيان. غادي نزيد نص كاس، لا غندير كاس، هو كاس نيت.
غادي نزيد دابا، حسبوا معايا وقال هذا هو الكاس الخامس. غادي نجيب الخلاط ديال المونينيت ونخلط ونشوف انش السميده تشرب. نخلط هاد المقادير ونشوف سميتو. غادي نجيب الكاس، دابا غنديروها في الكاس ديال مونينكس. بسم الله، نكبو في الخليط. لي بيتيس زي من يكونو لي بيتيس. غادي نمشي دابا نخلط هاد الطراب ونعاود نرجع معاكم نخلطها ونعاود نرجع. بلاتي سمحوا لي ما درتش الخميره، نسيتها. دابا غادي ندير الخميره ديال هادو، تبقى لي الخميره ديال الحلوه حتى نطرب، عاد نولي ندير الخميره ديال الحلوه. انا رجعت معكم البنات بعد ما طحنت هاد الخليط، ومني كنت نطحنو راه زدت جوج ديال سميتو، جوج شاشيات ديال الخميره ديال الحلوه ديال 7 غرام. حتى اللي عنده ديال 8 غرام ماشي مشكل. هكا تيكون الخليط، صافي راه هزات هذاك هكا باش يكون. دابا غادي ندير معكم واحد الطريقه غادي نشوفوها. بسم الله، دابا كل واحد يقول مع راسو واش هاد بغرير غتشربو هكا. هاد المغرب غيتشرف الزلايف. يومني كلشي قد قد. دابا هاد السليف هادو هاك هادو، غادي ناخدو دابا واحد ملونات.
هذا مهمين. دابا بعد ما نخلطهم غادي نعاود نرجع معاكم باش ما نطولش في الفيديو، نخلطهم وناخد اللون اللي بغيت وغادي نعاود نرجع معاكم باش نكمل معاكم الطياب وكلشي. هذا اللون الاصفر البنات، انا في الحقيقه درتو يسحب لي بني فاش اختاريته، ولكن خرج لي اصفر من خلطته ولا اصفر. شوفوا كيفاش تقاب وكيفاش تجي. ها هما غادي نوريكم عاوتاني الالوان الاخرين. ها هما البني، البني درتو غير بالكاكاو، هذا بالكاكاو، هذا ملون اخضر، هذا ملون احمر، هذا ازرق، هذا خليت السميده على طبيعتها ما زدت حتى شي ملون. ها هي دابا طابت معانا وغادي نبدلها. المعلقات تبقاو توصلوها كل ساعة، دابا درت وحدة صفراء. غادي ندير ليكم باش ما نطولش عليكم فيديو، حتى نعاود نرجع تشوفوا معايا الالوان كاملين. هيا مني تبغيو كل ملون تهزوه غسلوه المعلقة. درت معاكم هذه المرة دابا غادي نكمل الالوان كاملين. غادي نحيد دابا، راه تحيد بسهوله من المقله. يكون حدانا واحد البانيو فحال هاك تنغسلو فيه المغرفة باش ما يتخلطوناش، نهزو هاد اللون نديرو مع هاد اللون وتنمسحو هكدا بشي منديل ولا شي حاجة. وغادي ناخدو اللون الاخر عاوتاني حتى هو كتهزو غير بالقياس. ندير معكم كل شيء قدامكم، كل شيء واضح. شفتوها تيبدلو الواحد المنظر ديال البغرير. طابت هذه اللي باللون الاحمر، غادي نحيدها.
غادي نديرو الاخضر. الاخضر هو اللون المفضل عندي، لون الطبيعة. عندك وتنساوي البنات تكونوا هازين المغرفة بهاد اللون وتوليو ديروها بلون واحد اخر. خاصكم دائما يكون حداكم واحد الاناء تيكون فيه الماء، وتنبداو نغسلو المعلقة كيما نبدلو اللون. بالنسبة للالوان نتوما تاخدو اللون اللي بغيتو، لا كان جاكم تتبغيو ديرو اللون مفتوح او لا مغلوق. دابا درتهم لكم بالمونات الصناعية، حتى المرة واحدة اخرى ندير لكم باللون الطبيعي، اللون ديال التوابل وديال الخضار. تنصايب بغرير بحال هكاك تيجي تاني بغرير بالالوان الطبيعية. ندير غير الالوان ديال التوابل او لا الالوان ديال الخضار وتيجي فيهم لون حتى هو رائع زوين. المقلة راني ما تنبردها، ما تندير لها حتى شي حاجة. دابا غادي ندير معكم هذا ديال الكاكاو اللون البني. بالنسبه للبوطه اللي دايره انا دايرها في البوطه ديال الضو. نتوما يمكن لكم ديروا في البوطه ديال الغاز، ماشي مشكل. تندير فيه كلها تنديرو قدامكم. شتي كي تيتفرق تيدير بواقات. نتوما نسيت تتحكموا في المعلقه فاش تكبوا. بغيتو ديروه رقيق ديروا الكميه قليله، بغيتوه يجي شويه غليظ ديروا الكميه كثيره. يعني بحال انا هذه هي اللي درت دابا ديال سميتو، كثرت الكميه. ملي تكثروا الكميه تيجي مجعب غليظ، تيجي الثقب ديالو غليظ هكذاك. هنا راه ما سنبرد لا المقلة لا والو. دابا غادي نستمر بحال هكذا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي باش ما نطولش في الفيديو، ونعاود نرجع معكم مع الشكل النهائي ان شاء الله. نتمنى ان يخرج كل شيء مزيان. البنات ها هو البغرير بعد ما طاب. كملت الكميه اللي كانت مازال عندي، راه وريتكم كيفاش الطريقه في الاول باش ما نطولش الفيديو. كملت الكميه ديال الالوان كامله، راه جا كميه كثيره تبارك الله. راه غير هادشي اللي في التبصيل، باقي ثمن تبصيل واحد اخر الا درتو نفس المقادير وجربتوه غادي تلقاو بان راه سميتو كميه تبارك الله راه مزيانه.
هاد البغرير هذا تنبدلوا به الاشكال ديال البغرير، ماشي دائما البغرير الاول دائما هكا، الواحد يشكلهم حتى العين تتعشق قبل ما تبدا ياكل الفم. نتمنى هاد البغرير اللي درتو تجربوه، وراه غير جربوه راه غادي يصدق معكم من الدقه الاولى. راه كاع البنات اللي باقي ما عمرهم ما داروا البغرير يديروا هاد المقادير هادو، وراه غادي يصدق لهم ان شاء الله باذن الله. هاد البغرير هكا بالالوان تنهديه للبنات كاملين اللي تيشاهدوني، كل ما شاهد الفيديو تنهدي ليه هاد البغرير بالالوان، وتنهديه لواحد البنيته لبنى كاينه في بلجيكا. نقول لبنى هانا صايبت لك البغرير بالالوان، لان شكون صايبت شحال هادي وصيفطت لها في واحد الصوره وعجبها بزاف. رغم هي ماماهم تصايب ليهم لا كريب دائما تتعجبهم، دابا انا صايبت ليها سميتو، كانت قالت لي بان نحطه في القناه، دابا انا درت ليها الفيديو غادي نحطه ان شاء الله في القناه، وغادي تشاهدوا ماماها هكا ودير المقادير وتصايبوا اللبنه تصايبوا ليها، وكيف اي ام تصايبوا لوليداتها حك الوليدات تيغريوهم الالوان. وهاد اللون هذا اللي احمر هذا راه احمر ولكن هنا تيبان في الكاميرا موف. المهم دابا راه صايبت لكم بهاد الالوان هادو، شوفوا كيفاش يجي، راه ما تيجي لا معجل لا حتى شي حاجه، هانتو تيجي خفيف وزوين، هانتو كيف متقب كله هانتو لا كان تيبان لكم تيبان كله متقب وزوين. ونتمنى تدير الطريقه، ها هو تيبان كي الشبكه شفتو زوين، ها شوفوا قدام الكاميرا شفتو كيفاش يبان. ونتمنى تجربوه، راه كله فحال فحال حيت نفس العجينه غير الالوان اللي ضافوا ليهم. كيف قلت لكم في الطريقه اللي بغيتوهم باش يجيو الثقوب ديالهم غلاظ فحال هكذا، تكثروا الكميه في المقله، اللي بغيتوه يجي رقاق تترقيو تقللوا الكميه. هذا درته بالكاكاو، هذا بالكاكاو تيجي زوين حتى هو، تيجي فيه مذاق زوين. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وسمحوا لي على الغيبه اللي غيبت ولكن انا رجعت لكم في ما تنغيب عليكم، ثاني ترجع لكم شي حاجه حلوه. الله يحل الكلام ديال كل انسان وكل انسانه، الله يجعل ربي يلاقينا دائما نتلاقاو ان شاء الله في الجنه. يلا السلام عليكم، باي باي، حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله.